بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. نشكر أبونا صامول عشان أدانا الخدمة الأسبوعين اللي فاتوا درس الكتاب. وصلنا المزمور 72. عاوز أفكركم بحاجة، المزامير زمان ما كانتش كلها متجمعة في كتاب واحد، وطبعا ما كانش العهد القديم كله كتاب واحد. يقال في زمن أنها كانت مكتوبة على خمس أجزاء أو متوزعة على خمس كتب. وقلنا في زمان لما ابتدينا دراسة المزامير أنها كانت تقابل التوراة، خمس كتب قدامها خمس كتب مزامير. فمثلا المجموعة الأولى مزمور واحد لغاية 41 تقابل التكوين، من 42 ل72 تقابل الخروج. عشان كده لقوا في أغلب المخطوطات القديمة في جملة في الآخر بتقول تمت صلوات داود بن ياس. طب ما خلصتش، احنا في مزمور 72 يقصد الجزء ده قفل على كده، الجزء الثاني من المزامير كان يقفل عند 72. فعشان كده مكتوب في الآخر تمت صلوات داود. فكركوا برضو 150 أو 151 مزمور مش كلهم كاتبهم داود، 70 منهم هو اللي كتبهم داود، والباقيين مكتوبين بنفس روح الترنيم والتسبيح كشعر مرنم ومليان فكر روحي، والكنيسة اعتمدته كمزامير. اشتركوا في كتابته بقى بني أساف وبني قورح وسليمان وموسى وشخصيات كتير. برضو فكركم التكوين بيحكي لنا عن عمل الله في خلاص الإنسان الساقط. يقابلوا المزامير الأولى من 1 لـ41 إزاي ربنا بينقذ الإنسان، وكأن العنوان الله مخلصنا. من 42 لـ72 يقابل سفر الخروج اللي بيكلم عن الكنيسة، العبور، الشعب المخلص أو المفزي، عناية الله به، الألام اللي بيعدي عليها. فتلاحظوا المزامير دي 30 مزمور اللي فاتوا بما فيهم بتاع النهاردة، يعني كأنه بيحكي عن حياتنا على الأرض أو كنيسة ربنا اللي بتتعب وتعاني لكن في الآخر بتتمتع بالخلاص. برضو فكركم قلنا المزامير مش كلها اتجاه واحد، يعني في مزامير صراخ في الشدائد ودي كتير. ما يكون هو مزنوق من شاول، مزنوق مع أبشالوم، عنده تجربة جديدة بيصرخ، ودي هتلاقوها كتير، نغمات ارحمني الحقني انقذني. في مزامير توبة زي المزمور 50 طبعا أشهرهم، واحد بيعتذر لربنا بيطلب الغفران وبيطلب الطهارة والنقاء. في مزامير تسبيح شكر يغلب عليها الفرح والبهجة وتمجيد الله، وده منهم المزمور اللي هنقوله دلوقتي. في مزامير يميل عليها الخط المسياني أو النبوي، يعني واضح من الكلام أنه ما ينطبقش على داود ولا على حد، ينطبق على المسيح، فسموها مزامير مسيانية. وكل ده عرضناه ولسه من عشنا هنكمل ونعرضه في بقية المزامير اللي جاي. في مزامير احتفالية، يعني ارتبطت في تاريخ العهد القديم بالاحتفالات، هي أقرب أنها تكون مزامير تسبيح لكن ربطوها باحتفالات الشعب. كل ده تنوع في اتجاه المزمور لكن في الآخر وصل يعني. وده بيورينا ازاي الواحد لما بيصلي مش دايما مشاعره واحدة، في وقت بيبقى الواحد متضايق قوي وعمال يقول له يا رب فكه، وفي وقت تاني مبسوط بيقول له شكرا، في وقت مكسوف بيقول له سامحني، في وقت مشغول بالمسيح بيتأمل فيه وبيركز فيه وبيفرح بيه وبيحب فيه. فكل التنوع ده موجود في حياتنا برضو لأن الروح القدس يعلمنا ما يجب أن نصلي لأجله زي ما قال القديس بولس. المزمور ده مكتوب لسليمان. لسليمان دي حاجة من اتنين، أغلب الآباء قالوا مش سليمان اللي كتبه لأنه هيذكر فيه كلمة ابن الملك، وابن الملك الوحيد المعروف يعني هو سليمان ذاته. فيعتقد أن داود في اعتقاد عن بعض المفسرين كتبوا في آخر أيامه لما عرف أن سليمان هيقعد في الملك مطرح،
أو هو يعني كان متفق على كده. فكأنه بيدعي لابنه يبقى زمن وزمن سلام ورخاء وخير، لأنه هو الملك الآتي ويحصل في الهيكل طبعا. فكأن كلمة لسليمان أقرب إلى فكرة أنه داود بيدعي لابنه سليمان بالملك الدائم. خلي بالكوا سليمان بالذات في فكر الكنيسة هو من شخصيات اللي بتشاور على ربنا يسوع. طبعا ما نبصش على الفترة الوحشة اللي في حياته، بنبص أولا اسمه معناها صانع سلام أو ملك سلام، فنفس اللقب سليمان ده بيشاور حقيقي عمل السلام ربنا يسوع. الحاجة الثانية هو الابن المحبوب قوي لداود، فهو الابن حبيب الآب، محبوب من الآب. الحاجة الثالثة أنه لما داود قرب من ربنا وشاف المسيح أكثر من مرة، ربنا وعده قال له أجعل ابنك على كرسيك إلى الأبد. إلى الأبد دي ما تركبش على سليمان، ما هو سليمان بني آدم ويمكن عاش مات صغير على فكرة في الستينات غالبا، لكن إلى الأبد هي إشارة للابن الآتي من داود يملك إلى الأبد. وفي سفر الأخبار 22 يقول يلقب سليمان لأني أجعل سلاما وسكينة في كل أرض إسرائيل، فربط الاسم بالعهد أن سليمان هيبقى عهده سلام. واللي يدرس حياة داود وحياة سليمان، تقريبا سليمان ما كانش في حياته حروب، وتقريبا داود ما كانش في حياته غير الحروب. يعني داود استلم مملكة ملخبطة من شاول، ففضل ينظف بقى، يعني يشيل كل الوثنية ويقع مع كل الوثنيين اللي حواليه، فدخل في حروب كتيرة قوي وانتصر فيها بنعمة ربنا. فبقى داود عشان كده ربنا قال له ايه، بلاش تبني انت الهيكل عشان في ايدك دم، يعني كنت في حروب كتير، ابنك هيبقى عهد سلام، اشارة ان عهد جديد هيبقى كله عهد سلام، هو يبني الهيكل. اذا كلمة لسليمان قد لا تعني ان هو الكاتب، قد تعني ان داود اللي بيكتبه لسليمان. بغض النظر، هو احنا هنقراه مركز على ربنا يسوع مش على داود ولا على سليمان، لأن احنا بطريقتنا دايما اللي استلمناها من أبائنا بندور على المسيح، لأن كل دول كانوا مجرد شادو، يعني ظلال لربنا يسوع. بيقول اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. احنا مزمور 72. حكاية الأحكام والبر من صفات الله، على قد دايما بنقول محب البشر والرحيم كثير الرحمة جزيل التحنن، لكن هو عادل وحكيم وبار في أحكامه. فأعطي أحكامك للملك، كأن داود بيقول له رب ما تخلينيش أحكم بدماغي، أحكم أنت ارشدني، لأن كل اللي بيرفع مركزه أو يبقى له مسؤولية ممكن يغلط غلطات فظيعة، لأن غلطة الصغير محدودة في التأثير، غلطة الكبير تأثيرها أكتر وأصعب. فكلما المسؤولية زادت على إنسان لازم يقول له رب ديني الأحكام من عندك. يعني إيه؟ ما تخلينيش أحكم بدماغي، لأنه ممكن أغلط أحكم غلط، حد يضحك علي وافتكره كويس وهو مش كويس، وحد يبقى كويس وافتكره مش كويس. فأعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك. طبعا البر المرتبط بابن الملك مخنا يروح على طول في ربنا يسوع الملك، ابن الملك الحقيقي الذي يجلس عن يمين الآب إلى الأبد، وهو البار الوحيد. كتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد، فالبر أحد ألقاب ربنا يسوع. يقول في الأشعياء 53 عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني اللي يعرف المسيح البار يتبر، لكن الإنسان بار بطبيعته لا. الوحيد القدوس البار بطبيعته كإله حقيقي هو ربنا يسوع. يدين شعبك بالعدل ومساكنك بالحق. يبقى كأنه بيدعي لنفسه ولابنه، هناخدها الأول من ناحية داود، أنه لما نحكم على الشعوب نحكم بعدلك ونحكم بحقك، لكن هي نبوءة عن ربنا يسوع الديان، الديان العادل
المستقيم يدين كل الشعوب. وتلاحظوا في مزامير كتير بالذات مزامير الساعة التاسعة، لأن الساعة التاسعة حطتها الكنيسة مرتبطة بموت المسيح على الصليب. فأول مزمور فيهم يقول الرب ملك على خشبة يدين الشعوب. ليه؟ لأنه الدينونة تخرج من الصليب، اللي يقبل المسيح وصليبه يبقى راح في اليمين، واللي رافض المسيح وصليبه راح في الشمال. فأصبح المسيح له المجد والفداء اللي قدمه هو علامة الدينونة. عشان كده في مجيء المسيح على السحاب في مجيء الثاني يقول تظهر علامة ابن الإنسان في السحاب في السماء. يعني أول لحظات المجيء الثاني نهاية العالم كل العالم هيشوف الصليب، وبعدين البوق الشديد قوي مع الصليب، وبعدين يظهر المسيح في مجده مع ملائكته وقديسيه. فبيقول يدين شعبك بالعدل. ده اللي بيخلينا كنيستنا تحط لنا كل ليلة في صلاة النوم أقف أمام الديان العادل، أنا عتيد أقف أمام. في ناس ما بتحبش المسكنة دي، بس هتلاحظوا أن كل المزمور بيقول اللي هياخد رحمتك في الآخر هم المساكين، اللي هترضى عليهم في الآخر هم المساكين. فروح المسكنة دي ما هياش ذل، هي الحياة اكتشاف للحقيقة، احنا فعلا محتاجين رحمة ربنا. لأنه لو هيحاسبنا بالحق والعدل مين يخلص؟ مين يقدر يقف قدامه ويقول أنه بريء؟ بريء إزاي؟ ده يوميا في أخطاء. فهنا يدين شعبك بالعدل، كل ما تسمعوا عن كلمة الدينونة أو العدل لازم رد الفعل الداخلي يبقى ارحمني يا رب، ارحمني أو كرحمتك يا رب وإيه وليس كخطايانا. لأنه هنقف قدام العدل الإلهي إزاي؟ مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي. يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، يعني اللي هتختارهم في الآخر الغلابة. تفكرنا أن أول تطويب قاله رب المجد يسوع كأنه مفتاح السماء، قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما تنسوش الآية دي لأنه ده مفتاح. خلاص عرفنا مين اللي هيدخل السماء، المساكين بالروح. يعني إيه مساكين بالروح؟ غلابة يعني ما عندهمش فلوس؟ لا، غلابة روحية، يعني واقفين قدام ربنا مكسوفين، يعني دايما خجلانين، دايما حاسين ان هم ما يستهلوش الغفران والنعمة، دول هيدخلوا السماء. لكن المتكبرين المنفوخين بقى الكتبة والفريسيين ولا لا، دول مش هيدخلوا مهما عملوا، لأنه دول شايفين نفسهم كويسين. يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والأكام بالبر. الجبال يا أحبائي زي ما شفنا في مزامير كتير، كتير من الآباء المفسرين زي أغسطينوس يربطوها بالقديسين أو بالرسل، يعني أساساته في الجبال المقدسة. تسمع كلمة جبال كتير، يقول أورشليم الجبال حواليه. كل ما تسمع جبال أيوة تاخدنا دماغنا ناحية الخلوة، السهر الروحي، القعدة مع ربنا، موسى بتاع جبال، إيليا بتاع جبال، دول قديسين كبار، يوحنا المعمدان. فمعناها أن اللي عايشين في الجبال دول أو اللي اختاروا يقضوها صلاة وصوم دول أكتر ناس واخدين نعمة ربنا شبعانين بيه. لكن لأن الجبال رمز للقوة دائما، مقصود بيها أن ربنا بيحط قوته في رسله في قديسيه. فتلاحظوا ذكر الجبال كتير ما يكون إشارة للقديسين، فيقول تحمل الجبال سلاما. ساعات بأشارة للكنيسة، كنيسة جبل والقديسين جبال، يعني الناس دول واخدين من سلامك. تصور أنك قابلت العذراء أم النور، قابلت بطرس الرسول، قابلت القديس بولس، الناس دول هتحس عندهم سلام عجيب. ليه؟ دول واخدين سلام المسيح. فالدنيا تضرب تقلب خلاص هم مستقرين جواهم. فالجبال تحمل سلاما لأنها مستقرة، لأنها دي شبعانة بربنا الجبال دي. والآكام بالبر، نفس المعنى بطريقة تانية، أن سلامك وبرك ينعكس على أولادك. وضحت الحكاية؟ بما أنه ملك السلام، ملك البر، وده كان لقبه من وقت ملكي صادق، ملك السلام، ملك البر. فالسلام والبر اللي في المسيح يجي على عياله،
فيبقوا عندهم سلام وعندهم بر حقيقي. يقضي لمساكين الشعب، بصوا عمال يكرر كلمة مساكين، يعني مين اللي ربنا يسوع عينه تروح على مين؟ على الغلاب، المساكين. وطبعا كتير من الفقراء بيبقوا مساكين بالروح ضمنيا، ليه؟ إحساسه بالغلب بيدخل على إحساسه أنه غلبان كمان روحيا، فطبعا يبقى بخته أو ظروفه خلته يعني في مسكنة. وفي مزمور تاني يقول له أنا مسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني مخلصي، أنا مسكين وفقير. إذن مليانة كلمة المسكنة والمساكين في المزامير، وجات في تعليم ربنا يسوع في أول التطويبات. يخلص بني البائسين، البائسين كلمة مقربة للمساكين. البائسين برضو اللي بيشعر أنه أقل كتير من طلبات ربنا، وأنه ما يستاهلش يقف قدام ربنا، وما يستاهلش النعمة اللي خدها من ربنا، فهو عنده إحساس بالبؤس، يعني عارف أنه مش حر. تلاحظوا في رؤية 3 لما كان في أسقف مدينة اللاودكيين جاله إحساس أنه غني ومستغني وأنه كويس، قال له أنت مش عارف أنك بائس؟ يبقى اللي دريان أنه بائس حالته أحسن. فهنا قال له أنت لا مش عارف أنك بائس وفقير وأعمى وعريان، حالتك حال، روح توب الأول بدل ما تشوف نفسك كويس. يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين، ويسحق الظالم، أو في الترجمات ساعات تبقى المفتري. يعني الظالم هو الشيطان، المفتري اللي افترى على الدنيا كلها الشيطان. فلازم يجي اليوم اللي ربنا يرفع البائسين، زي ما قالت أمنا العذراء، يرفع المساكين والبائسين ويحطهم على الكراسي، وينزل اللي على الكراسي على الأرض، يعني اللي شايفين روحهم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين أو المساكين. يسحق الظالم، يبقى في الدينونة في الآخر في سحق للشيطان، في نهاية تامة للشيطان وكل اللي زيه. يخشونك ما دامت الشمس. هنا تلاحظوا لو كان الكلام على سليمان، لا هو سليمان هيعيش طول ما الشمس عايشة، يعني أكيد ده كلام مع ربنا يسوع. يخشونك يا ملك الملوك ما دامت هناك شمس، يبقى إيه؟ البشرية هتفضل تعبد ربنا لغاية ما يجوا، لأن الشمس هتخلص إمتى؟ في المجيء الثاني يوم القيامة، الشمس اللي احنا شايفينها دي مش خلاص، هتبقى آخر، لأن في سماء جديدة وفي أرض جديدة، ولا يكون شمس فيما بعد. الكتاب قال إيه؟ لأنه المسيح هيبقى هو النور. فهنا طول ما في شمس سيظل اسم المسيح في العالم، ودي أحد النبوءات اللي تؤكد أن خشية ربنا لن تخلع من البشر إلى مجيئه، حتى لو في قلة أحيانا. يعني في زمن تلاقوا الاضطهاد شديد قوي، وتلاقوا الشر زيادة قوي زي اليومين دول، وملايين ماشية غلط وبينكروا وجود ربنا ويغلطوا في ربنا يسوع، لكن يخشونك ما دامت الشمس، يعني يظل اسمك ممجد طول ما الشمس بتطلع. وقدام القمر إلى دور فدور، يعني جيل ورا جيل ورا جيل هيفضل في ناس بتتقي الله، في ناس بتخاف منه، في ناس عاملة له حساب في كل جيل. عشان كده اللي يجي في جيل ويقول ما كانش في جيلنا حد يعرف ربنا يبقى كذاب. تعرفين إيليا النبي لما تثقل إزاب المسيطرة والوثنية زادت قوي والإباحية زادت قوي، وأنبياء البعلة بقوا مسيطرين على البلاد كلها، فالدايق انتخنق قال له يا رب خدني كفاية، ما فيش غيري دلوقتي يعرفك، بقيت أنا وحدي. قال له لا، أنا أبقيت لنفسي 7,000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبل. قال له ما فيش جيل هيخلو من معرفة الله. ربنا مهما كان ممكن يبقى القطيع صغير، بس ده مش معناه ان الشمس تطلع في يوم ما تلاقيش واحد بيخاف ربنا، لا، لانه هيفضل يشرق شمسه على ابرار قبل الاشرار، يبقى هيفضل في ابرار الى نهايه الضرور. يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر الى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوس الزارفه على الارض. فكركم بايه دي بقى؟ فاكرين حكاية جدعون الفلاح البسيط المسكين اللي المسيح قال له ايه؟ تعال اشتغل معايا. فقال له انا
ده أنا الصغير في بيت أبويا، وبيت أبويا الصغير في العيلة، والعيلة أصغر حاجة في الصبت، والصبت تعبان. فقال له لا أنا عاوزك أنت. فهنا ساعتها قال له طب اديني أمارة. كانت الأمارة غريبة جدا. قال له إيه الجزة دي؟ أحطها على الباب، هي تتبل والأرض تفضل ناشفة. طلبات على قد دماغه. أم ربنا تاني يوم الصبح لقى الجزة مليانة ندى مطر والأرض حواليها ناشفة. أم رجع في كلامه وقال له طب معلش مش هتأكد، خليها بالعكس، الجزة تنشف والأرض تتملي مطر. قال له حاضر. فينزل المطر على الجذاز، في الترجمات ساعات تقال على الحشائش. المطر في لغة الكتاب إما إشارة للمسيح نفسه أو للروح القدس عادة كده، أو كلمة ربنا، كلها حاجات متقاربة. لكن أغلب الآباء الآية دي بالذات اختاروها لشرح التجسد، استغربوا. يعني تروح بقى الأمبروسيوس أثناسيوس أغسطينوس الكبار دول خدوا الآية دي من ضمن الآيات الأساسية لشرح التجسد. ليه؟ الأرض ناشفة لازم يجي لها مطر من فوق، يعني ما فيش خلاص في الدنيا، ليس بار ليس ولا واحد، الأرض نشفت. فيجي النعمة من فوق كده، يجي ربنا يسوع يبل الأرض دي، فتبقى الأرض هتطلع ثمر بعد كده. طبعا دي تلاقوها في أشعياء وتلاقوها في زكريا، وتلاقوا موضوع المطر ده مغرق الكتاب، لأنه إشارة جميلة عن النعمة تبدأ بالتجسد المسيح. فيقول ينزل مثل المطر على الجذاز ومثل الغيوث، جمع الغيث يعني سيول، يعني الذارفة على الأرض. معناه في الوقت اللي تحس انك مسكين وغلبان ومش عارف تعمل حاجة وعلى قدك قوي، ينزل عليك مطر نعمة ربنا. قوته في الايه؟ في الضعف تكمل. بس انت خليك عارف انك غلبان. صارت نفسي لك مثل ارض بلا ماء، يبقى واحد بيقول له نزل علي نقطة ماء يا رب، اديني نعمة من عندك، زي ما انت جيت للبشرية التعبانة الخربانة دي وانقذتها، طب تعالى جوايا وغير بقى وصلح. فالاباء ربطوها بالتجسد، وهتلاقوها في بعض مزامير القداسات حكايه المطر على الجزاز دي هتلاقوها. يعني عشان كده بقول لكم المزمور ده يميل انه يكون فيه اجزاء مسيانيه، يعني بعض بيعتبره مزمور احتفالي بالملك لانه بيركز على سليمان، والبعض بيعتبره مزمور مسياني لان فيه اشاره دقيقه للتجسد ابن الملك ربنا يسوع له المجد. واحد من القديسين قال ينزل المطر على الجزاز وبعدين الغيوس على الأرض كلها، يعني الجزة في الأول تاخد المطر، دي الأمة اليهودية، وبعدين ما يستهلوش النعمة يقوم الغيث يغطي الأرض كلها، لأن في رحلة الخلاص، خلاص بدأ من اليهود لكن ما وقفش عند اليهود، إلى خاصته جاء وخاصته إيه؟ لم تقبله. طب مين اللي هيقبله؟ الأرض كلها. الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. اللي برضو خلى الأباء يميلوا أن الجزء ده عن التجسد، لأن احنا قلنا ابن الملك ده لقب من ألقاب المسيح، لأنه قال الرب لرب اجلس عن يميني، ده شغل ملوك مش كده، ابن ملك، حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. كلمة ينزل دايما يربطوها بالتجسد، وكلمة يشرق يربطوها بالتجسد، لأن مطر النعمة جايلنا بمجيء المسيح، ونور ربنا ونور معرفته جاي بالتجسد. تلاقوا الآية اللي بعدها يشرق في أيامه الصديق. مين النور اللي يشرق في الظلمة؟ ده مش إنسان مهما كان. نور أشرق في الظلمة دي اللي قالها سمعان الشيخ وهو شايل ربنا يسوع على إيده، قال نور أشرق في الظلمة، ده النور، كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام. كثرة السلام إشارة أن السلام اللي جايبه غير السلام اللي سمعنا عنه قبل كده. ده مش سلام ملوك بقى وسلام شوية استقرار في البلاد، لا لا، ده مستوى أعلى. كثرة السلام، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. فتلاقي كثرة سلام، ودي علامة مهمة جماعة من علامات القرب من ربنا، إن مهما كانت الظروف السلام يزيد ما يقلش. القرب من ربنا تخلي الواحد ما ينزعجش ما يضطربش. الأرض مش هيفضل فيها سلام، هيفضل فيها مشاكل في العالم، ها سيكون لكم ضيق. لكن
بالنسبة لك أنت لو الروح القدس مليك جواك مطر، جواك نور ربنا، يبقى في كثرة سلام. عشان كده الكنيسة دايما تقول السلام ليكم. طب ما تحل لنا يا كنيسة مشاكل الدنيا. لا مش هتخلص، مش هتتحل مشاكل المرض والفقر والظلم، مش هتخلص لغاية ما يجي المسيح، لكن ده ما يعطلش السلام. كثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، يعني إيه؟ إلى أن يجيء المسيح على السحاب، يظل سلام المسيح ونور ربنا يسوع موجود في الدنيا في قلوب محبيه وفي شعبه. يسرق في أيامه الصديق، صديق يعني البار يعني الكامل يعني ربنا يسوع، وكثرة السلام لأنه ملك السلام، إلى أن يضمحل القمر، لأن الشمس والقمر يقعوا في الآخر خالص قبل ما جيء ربنا يسوع، عشان ياخد بقى الناس على السماء، بقاش في أرض تاني. ويملك من البحر إلى البحر. برضو بالنسبة لسليمان جزئيا اتحققت، لأن ملك سليمان كان مستقر وفرش في بلاد كتير، لكن مين اللي يملك من أول الدنيا لآخرها؟ ربنا يسوع الملك الحقيقي. عشان كده تاني بقول لكم المزمور واخد طبيعة مسيانية، كأن داود على آخر أيامه شاف سليمان ابنه هيقعد بعديه وفي زمنه في سلام، بس شاف بعين النبوة المسيح رب المجد يسوع الملك الحقيقي، ملك السلام اللي هيعمل كل حاجة. فبيقول يملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقصى الأرض. النهر بعض القديسين شافوها أنه من أول ما تعمد في نهر الأردن بدأ ملكه على أقصى الأرض، لأنه أعلن أنه هو ده المسيح الملك، لأنه هذا هو ابن الحبيب في النهر. فمن ساعتها بقى ربنا يسوع مملكته فرشت في العالم كله، وخلى الرسل يروحوا يكرزوا بالملكوت. فالملك من البحر للبحر، يعني من ناحية الأماكن يعم العالم كله خلاصه في جميع الشعوب، ومن ناحية الزمنية بدأ من النهر، نهر الأردن اللي حضر زمان عبور الشعب مع يشوع ودخوله كنعان. من نفس النهر ده اللي تعمد فيه ربنا يسوع بدأت أخبار العهد الجديد والملك السماوي اللي يخص ربنا. أمامه تكسو أهل البرية. أهل البرية بتترجم شعوب غريبة، أو مرة يقولوها في بعض الترجمات القديمة الأثيوبية، يعني شعوب ما تتوقعهاش تسجد للمسيح. والحقيقة احنا بنشوف ده في خدمة الكرازة، إن الناس من أقصى الأرض ولغات غريبة يحبوا المسيح أكتر مننا، فتلاقوا إن فعلا ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل بلد، في كل حتة، في كل جيل، في ناس تسجد له باستقامة وبقلب طاهر وبعشق حب حقيقي لربنا في كل مكان. وطبعا ده لا يتفق مع الفكر اليهودي اللي ما يحبوش غير هم بس يبقوا بتوع ربنا، السجود بتاعهم هم، السجود ده في الهيكل بس بتاعهم. طبعا التفكير الضيق ده مش ما يمشيش خالص مع كلام النبوءات أو المزامير. أمامه تكسو أهل البرية وأعداء يلحسون التراب. طبعا هنا أعداء المسيح دول الشياطين، وعشان كده أول كلمة قالت عن لحس التراب فاكرينها أمتى؟ بتاعت إيه لحس التراب دي؟ بتاعت الحية، بتاعت آدم وحواء. قال لها على بطنك 90 وترابا تأكلين، هتلحسي تراب. فكانت إشارة إلى ذل الشيطان، أن يعني زي ما الشيطان زل الإنسان هيجي المسيح له المجد يكسر دماغه ويزله ويسحقه. فهنا بيقول أعداؤه، أعداء المسيح، هم الشياطين ومن يتبعهم يلحسون التراب. يقولوا بقى من كل حتة، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية. ترشيش والجزائر دي الجزر، الجزائر عادة إشارة إلى الجزر اللي كانت في البحر المتوسط، وترشيش ده غالبا يقصد بها أجزاء في ناحية آسيا، وبعدين شبأ وسبأ دي ناحية اليمن وجنوب الجزيرة العربية اللي جت منها ملكة سبأ زمان زارة سليمان. هو عاوز يقول هو ده العالم القديم على فكرة، كانوش يعرفوا أدغال أفريقيا بقى ولا أمريكا ولا شرق آسيا، ما كانش معروف، أو ما الشعوب كانت مركزة في حوض البحر المتوسط. فقال كل الملوك دول كانوا أغنياء جدا، البلاد
هيجوا يسجدوا لك. اولا تذكرنا بسجود ملوك من المشرق اللي هم المجوس. النص القبطي يقول اذا ملوك من المشرق جاءوا يقولوا اين هو المولود ملك اليهود، اتينا لنسجد له. ففكره ملوك من اخر الدنيا مش يهود يجوا يسجدوا تحققت حرفيا في سجود المجوس، لكن هي تتحقق في كل زمان بتوبة الشعوب بخلاص المسيح له المجد اللي يعم العالم كله. وده كله ما يمشيش تاني مع فكر اليهود، بقول لكم ان هم ربنا ده بتاعهم هم بس، ويكرهوا الشعوب التانية والملوك التانية بالنسبة لهم دول أنجاس وأرجاس ويكرهوهم جدا وما يستهلوش الخلاص. ده الفكر القديم. أمامه تكسو أهل البرية، أعداء يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبأ وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك. في إلحاح أن الملوك، الملوك دائما فيهم عظمة ما يوطيش راسه خالص، إنما قدام ربنا يسوع يسجد للأرض. ليه؟ لأنه هو فاهم أن ده الإله الحقيقي، فيسجد له كل الملوك. كلمة تقدمة أو هدية واحد من القديسين شرحها أن دول شهداء، يعني هيبقى في شعوب بتقدم أحلى هدايا لربنا من كل الحتة زي شعبنا. ما هو شعبنا مش يهودي في الأصل، إحنا بنقدم شهداء بقالنا قد 2000 سنة بنقدم شهداء، فإحنا نقدم له تقدمة وهدية للملك الحقيقي ربنا يسوع. ملايين من الشهداء عبر أجيال الكنيسة القبطية كانت هدايا من الكنيسة لعرسها. يسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. إشارة تاني إلى انتشار المسيحية، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له. نرجع تاني لحكاية المسكين، يعني إيه؟ عينه دايما على المسكين. مين اللي هيتمتع بالنجاة بالخلاص؟ المسكين. مين الشاطر اللي يقف قدام ربنا ياخد اللي عاوزه؟ المسكين. إلى هذا أنظر، إلى المسكين. عشاية 66 يقول كده، فاللي بيعرف يقف منكسر القلب ياخد اللي هو عاوزه. قلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. فهنا بيقول لأنه بينجي الفقير والمسكين والمستغيث إذ لا معين له. فاللي مالوش إعانة في الدنيا، اللي مالوش حد في الدنيا يرفع عينيه يقول له ربنا غلبان، يقول له أنا معك، ياخد بقى كل حاجة، غلبان روحيا وغلبان إنسانيا، هياخد ويشبع بعد كده. يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. في إلحاح أن الملك المستقيم عينه تبقى على الفقير مش على الغني، لأن سليمان كان ملك وكان ملك غني جدا، لأن داود فرش له مملكة مستقرة جدا. فكانت لما تقروا سفر الأخبار أو الملوك تلاحظوا أنه بيذكر غنى مش عادي، يعني الذهب ده كان مرطرط كأنه يعني ملوش تمن من كتر الغنى. ده عهد سليمان كان أعلى عهد في ناحية الغنى الأرضي، لكن طبعا سليمان في الآخر للأسف ارتبط بالوثنيات وكان هيضيع المملكة. لكن الإشارة أن الملك المستقر، الملك الحقيقي عينه على الفقير، عينه على المسكين. وهنا كل أولاد ربنا، أنتوا أولاد ملك، كلكم أولاد ربنا، لازم الأولوية تبقى للفقير والمسكين. ما يبقاش مهما ربنا ادانا غنى أو علم تروح عينينا في الغني، لا تروح عينينا في الفقير. عشان الغني روحيا قلبه مع الفقير جسديا والمسكين. يخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف يفدي أنفسهم. مين اللي بيخطف؟ الشيطان. الشيطان هو اللي بيخطف. إبليس عدوكم يقول ملتمسا من يخطف أو يبتلعه. فالشيطان بيخطف. طب مين اللي يقدر يطلع من إيد الشيطان؟ الغلبان اللي يقول له الحقني يا رب أنا هعمل إيه. يوحنا الدرجي القرن السابع له تأمل جميل وهو بيكلم الرعاة. الرعاة يعني كانوا أباء الأديرة والأباء الروحيين. قال لهم اعملوا زي داود لما رأى غنم في جب في فم الأسد، لم يتخاذل، مسك عصايته وجري وقعد يخبط على دماغ الأسد وطلع الغنم من بقه قبل ما تموت وأنقذها.
فيعني يقصد ايه؟ انك ما تخافش، روح اخبط في الاسد الشيطان ده وطلع الغنم من بقه. يعني من الظلم والخطف يفدي نفوسهم. يبقى تلاحظوا ذكر الملك، ذكر ملك السلام او صانع السلام او رئيس السلام، ذكر الفادي، يبقى كل دي ألقاب للمسيح، ذكر الذي يسجد له من كل الارض وكل الملوك. يبقى واضح المزمور فعلا بيكلم عن مسيح ياتي ملك حقيقي وهو ابن الله بالحقيقه. من الظلم والخطف يفدي انفسهم ويكرم دمهم في عينيه. عارفين يعني ايه اكرام الدم؟ ما هو خلي بالكم دم الغلبان، يقول لك الغلبان ملوش دية، يعني ما لو حصل له حاجه مين هيبص له؟ ده دمه غالي جدا في عينين ربنا، لدرجه ربنا يسوع يفدي بدمه دم الغلاب. يعني قدم دمه الثمين جدا ربنا يسوع فدية لأولاده. عشان كده بيقول يكرم دمهم في عينيه. يعني الدم بالنسبة للناس ده ايه؟ عيل غلبان يموت ولا ايه؟ واحد غلبان كده يتظلم؟ لا، ده عند ربنا ده حاجة غالية قوي. ده هو المسيح بنفسه يفديه وبدمه. ويعيش ويعطيه من ذهب شبأ ويصلى لأجله دائما. يصلى يعني كل العالم يصلي للمسيح اللي آتي، يدعو له ويجي له ذهب العالم كله، يعني كل الغنى الأرضي بتحت رجليه، اليوم كله يباركه. يعني لما معرفة الرب تملأ كل الأرض زي ما قالوا الأنبياء، زي ما يملأ المية البحر. تشبيه غريب، يعني أنت عمرك شفت بحر يتقال عليه بحر ما فيهوش مية؟ ما هو بحر يعني مغطي مية. فقال أن معرفة ربنا تملأ العالم كله كما تغطي المياه البحر، فما يبقاش في حتة ما فيهاش مية. فهنا بيقول اليوم كله يباركه، يعني الناس الأتقياء اللي فهموا ربنا طول اليوم يقولوا له المجد ليك يا رب، شكرا ليك يا رب، أنت مخلصنا، أنت فادينا، أنت ملكنا. ودي لغة كنيستنا. تلاحظوا كنيستنا من غير ما نحس بتحفر فينا الحتة دي طول الوقت، نمجد الله وبألقابه الملك القدوس المخلص الفادي الإله الوحيد. تلاحظوا الألقاب دي كلها احنا من غير ما بنحس بنقولها من كتر صلوات الأجبية والقدسات. تكون حفنة برا في الأرض. ترجمة بر دي يعني القمح، جرينز. يعني ايه؟ هنا بعض الآباء أو كتير منهم الحقيقة ذكروا أن ده إشارة للإفخارستي، أنه هدية الملك للأرض ايه؟ ده ملك الملوك، أرخص حاجة يديهم ذهب وفضة، وعاوز يديهم السماء، يقوم يديها لهم بإيه؟ بجسد ودمه. فيقدم لهم حفنة قمح في الأرض تغني البشرية كلها، لأنه في الأصل ما هو أي خبز يتحول إلى جسد، هو قمح. وربنا يسوع اتكلم وقال أنا هو الخبز النازل من السماء واهب حياة للعالم. في رؤوس الجبال، يعني مين اللي هيقدم القمح ده؟ زي ما قلنا الجبال، القديسين الكبار وأباء الكنيسة اللي هيقدموا للعالم خبز الحياة. تتمايل مثل لبنان ثمرتها، يعني اللي يأكل جسد المسيح ودمه يبقى فرحان وبيتمايل من التسبيح والثمر باين عليه، يطلع منه ثمر، ثمر الروح. عشان كده دايما نقول القداسات والتناول تطلع مننا الثمر، زي أي شجرة تبتدي تتقل بقى يطلع فيها الفاكهة الحلوة دي، لأن شجرة بتاعت فاكهة ما فيهاش فاكهة تبقى شجرة تعبانة غشاش، زي حكاية شجرة التين اللي ما كانش فيها تين، اسمها شجرة التين بس. ساعات بنبقى كده اسمنا مسيحيين بس من غير ثمر، لا، لازم تبقى شجرة مثمرة فيبان فيك فرح، سلام، محبة، طول أناة، وداعة، حكمة، تواضع، وهكذا. تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. يعني تلاحظ أنه مدن العالم دي بقت تطلع ناس قديسين كلها في كل مكان. يكون اسمه إلى الدهر، يؤكد أنه ملكه لا يزول واسمه لن ينتهي أبدا. يبقى واضح برضو ده مش سليمان، ده أكيد أعلى وأعظم كثير من سليمان. قدام الشمس يمتد اسمه، طول ما في شمس هتفضل البشرية والأرض بتنادي بمجد ربنا. ويتباركون به، يعني مجرد تنادي اسم ربنا يسوع في بركة،
مجرد الشعب ينطق باسم المسيح في بركة، في نعمة، في نصر على الشيطان، في غنى بالاسم. بس كل أمم الأرض يطوبونه. البعض ربطها بقى بنهاية العالم، أنه مين اللي هيفضل بقى؟ الأشرار هيروحوا خلاص جهنم مع الشيطان. يظل كل العالم من كل لسان من كل شعب من كل أمة نفضل نسبح اسم ربنا إلى ظهر الظهور. فكأنه شايف نهاية العالم وملك المسيح الأبدي. كل أمم الأرض يطوبونه، مبارك الرب الله إله إسرائيل. كأنه ده اللي هيقولوه بقى في الآخر، أو بيسموها زوكسولوجية، يعني بيمجدوا ربنا، بيقولوا له مبارك الله، يعني لك البركة، منك البركة، أنت في كل البركة، أنت اللي مغطي العالم كله بنعمتك. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده. لاحظوا المزمور انتهى بتسبيحة، لأن ده طبيعة المزمور ماشي على تأمل في المسيح الآتي، الملك الفادي المخلص الذي يسجد له من كل أمم الأرض وينقذ المساكين في كل الأجيال. فيبقى في الآخر الغلابة دول يعملوا إيه؟ يفضلوا يسبحوا. فاللي عايش غلبان دلوقتي مكانه في السماء بكرة لا يكف عن التسبيح، يبقى مع القديسين ويسبح إلى ظهر الظهر. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الظهر. يعني يظل اسم بس، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. ولتمتلئ الأرض كلها من مجده. عاوز أقول لكم تدريب، كتير مننا لما بنتعود على الصلاة بنفقد كرامة ذكر اسم ربنا أو الإحساس بنطق الاسم. عاوزين نتعود لما نصلي أول ما يجي اسم ربنا يسوع، يا نرشم صليب، يا ننحني، يا على الأقل نقولها بتركيز. يعني تلاحظوا مثلا أبانا الذي، تيجي الناس تبتديها تتكلفت وتتكروت ما تسمعش حتى كلمة بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد، مع أن ده جزء تسبيح أساسي، آخر سطر في أبانا الذي، ده الكنيسة قايلة لنا يلا نسبح كلنا، فلازم نقولها بذمة، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد، اللي هي أساسها سوق تأتي يقوم، هي بتاعت أسبوع الألم بس، بتاعت العمر كله وبتاعت الأبدية، هنفضل نسبح للأبد. فمش معقول ننطق باسم ربنا يسوع كلفته كروته. طب ده في كل القوة في كل البركة. فهنا بيقول مبارك اسم مجده إلى الظهر، فيبقى الاسم ده في كل المجد، فلازم تنطقه بكرامة. تعرفين كانوا زمان يحيي الملوك يعني بتحيات معينة. طب ده ملك الملوك كلها، ايه التحية اللي تليق به؟ اذا كانت ملوك الارض لما يذكر اسمهم كانوا يقول لك هاي هتلر مثلا. طب ده حتة بني ادم تعبان وتعب الدنيا كلها، وكل ما يجوا اسمه كأنه يتعفرطوا كده ويحييه وهو مش قدامهم. طب البني ادم التعبان ده يعملوا له كده، وربنا له المجد، يذكر اسمه بدون جلال وبدون تقدير. نحتاج ان احنا نراجع الحتة دي، لان كل التسابيح الكنيسة فيها اسم ربنا، لازم كل التسابيح. يعني لحن خنبران هو باسم الاب والابن والروح، لحن فرايح بيمجد الله، اكزمر اوت ما هو مبارك الله الاب والابن والروح القدس، كل التماجيد والالحان فيها التنغيم وتلحين لكرامة اسم ربنا. فينبغي ان احنا يبقى قلبنا حاسس بالكرامة دي ومركز وهو بيقول ربنا. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده. ليه بيقول العجائب؟ لأن الغلبان المسكين بيشوف اللي ربنا بيعمله معاه عجائب. اللي شايف روحه مش بيشوف عجائب، لأنه شايف انه كويس مش محتاج. لكن التعبان قوي ده والغلبان والبائس واللي قاعد يتكلم عنهم دول، لما بيشوفوا ايد ربنا وتدخلاته ونعمته عايشين في عجائب. فبقوا اكتر ناس بيعرفوا يسبحوا هم اللي شايفين هذا التدخل السماوي. الصانع العجائب وحده مبارك اسم مجده الى الظهر. ولتمتلئ الارض كلها من مجده. طول ما الواحد بيسبح ربنا شهوه قلبه الارض كلها تسبح معه. امتى رب العالم كله ينادي عليك؟
امتى الكنيسة تدخل جواها 7.5 مليار اللي على الأرض دول كلهم يسبحوا اسمك لتمتلئ الأرض كلها من مجده، لأنه مستحق كل كرامة ومجد بعد كل اللي عمله. آمين. يبقى حط آمين هنا كأنه دي شهوة قلبه، أنه أنا مستني أشوف اليوم ده أن كل الأرض تمتلئ من مجدك. ثم آمين. عارفين آمين 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 بتاعتنا لما الواحد يكون فرحان بفكرة وشبعان بيها وشايفها قدامه عنده رجاء فيها، يلح في طلبها ويتوقعها بصبر، ينتظرها برجاء، فيقول آمين ثم آمين. يعني هيحصل إن العالم كله يسجد لله وربنا يسوع له المجد في آخر الدهور. تمت صلوات داود بن يس. هنا بنقولنا في الأول إنه ده مش مقصود بقية المزامير ولا مزمور بعد كده لداود، لا، هتلاقوا إن في مزامير برضو ما زالت لداود، لكن أغلب اللي جاي لتلاميذ داود. لكن لو رحت مثلا ل86 قدام يقول لك صلاة لداود. إذن هي لم تتم بالمعنى المطلق، لكن فعلا أول 70 مزمور يغلب عليهم أنها مزامير داود. اللي جاي يغلب عليه أنها مزامير لناس آخرين غير داود، لكن ده مش بشكل قاطع، لا هنا فيه وهنا فيه، لكن المقصود بها الجزء ده اللي هو الكتاب الثاني من كتب المزامير انتهى بالمزمور 72. زي ما قلنا من 42 ل72 الجزء الثاني في عند اليهود من كتب المزامير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.